الدفاع عن حقوق الإنسان وفرع صفاقس الشمالي. مرحبا بك. بك عايش. هوني في اعتصام عائلات الشهداء أمام المحكمة العسكرية في صفاقس. الاعتصام يتواصل منذ العيد. شنو اللي نستخلصوه توا من تواصل الاعتصام هذا؟ وشنو نظرة الرابطة ونظرتهم كنشطاء في المجتمع المدني ونشطاء حقوقيين تجاه تواصل الصمت من طرف القضاء العسكري؟ والله هو معناه احنا قمنا باتصالات حتى بالوكيل العام للمحكمة العسكرية وتحاورنا معاه حول الموضوع. هو ابدا معناه تفهم للمطالب اللي طرحتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وطرحوها اهالي الشهداء اللي معناها اهم مطلب بالنسبة ليهم اهالي الشهداء متاع الجيش هو فصل القضية متاعهم هما على مجمل القضايا الاخرى لعائلات الشهداء باعتبار انه الوقائع ليست هي نفسها معناها في كل الجهات والمتهمون ليسوا هم انفسهم في كل الجهات والملابسات متاع القتل اللي تمت في البلاد اثناء معناها الثورة ليست هي نفسها وبالتالي هما المطلب اساسي انهم يفردوا القضية متاع الجيش بجلسات خاصة بها اعتبارا للظروف المحيطة بالقضية هذه. الحماة يا حماة الحماة الأم والأم لمجد الزمن لقد سالقت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن. الشعب يريد حق الشهيد. الشعب يريد حق الشهيد. بوزيين خو شهيد الشهيد خالد بوزيين من معتمدية الحامة تبع ولاية جابس. حاليا ما فماش قضية فما حتى شيء فما حتى لا في القضاء المدني ولا في القضاء العسكري لا شيء فما حتى حقه معهم وما وصلوش حتى باش يوقفوهم فهمتني ما فهم مازال ما فما حتى شيء واضح. زادوا تم إجراء منا إخراج جثة الشهيد من قبره وجبات الكرتوشة ولم يوجد حتى شيء حتى ما فما حتى شيء واضح. عملوا الفحص الباليستي هذا التو ما فما حتى شيء واضح. غماقي في الشهيد نوفل غماقي بن حامد جابس. جيت لي هنا معناتها مع المعتصمين باش نعتصموا باش يلبونا طلباتنا. طلباتنا هي تتمثل لا في مادة ولا في فلوس ولا في شيء. طلباتنا تتمثل إن يخرجونا شكون قتل أولادنا. أولادنا مش معناتها أخويا واحد هذا يخرج كل خاطر خرجنا وخرج هو ومات هو ومات وغيره. مش مات على خاطر دارهم ولا مات على خاطر شخص معين. مات على خاطر بلادنا كل تتمثل هي تونس دار واحدة. أكيد حاجتنا يلبونا طلباتنا اللي هي معناتها هي القصاص يخرجونا شكون قتل أولادنا. كان ما لبوش معناتها راح نبيش نعملوا بالتصعيد أكثر فأكثر معناتها ننبه ونزيد ننبه. كان ما خرجوا ليش حق خويا يعني واحد من الناس معناتها اضطر باش نخرج حقي بيدي معناتها الأكثر الأقل. شهداء شهداء أحنا ليكم أوفياء. شهداء شهداء أحنا ليكم أوفياء.